العناصر، في حين النهارده منتخب ملاوي على ايدنا اليمين، منتخب ملاوي بالزي الاحمر في مباراه اليوم، والمنتخب المصري على يسار الشاشه، ومنتخبنا المصري بنفس التشكيل اللي خاض مباراه الذهاب اللي طبعا كرة أمامية على طول. المنتخب المصري حاول يعمل هجمة، يقود هجمة أرضية ووجوده كأساسي، وأيضا دخول كل من لونجو في الجنب الشمال. على طول كرة ملعوبة، فرصة كانت لمصطفى الراسية، سلام على طول من جانب محمد صلاح، كرة للخلف، تسديدة حلوة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الهدف الأول، الهدف الأول في هذه المباراة، الهدف الأول يأتي عن طريق مين؟ عن طريق طارق حامد. طارق حامد أول أهداف طارق حامد الدولية، أول هدف لطارق حامد، كرة قنبلة لكن اتعملت حلوة قوي، دور النجم الكبير محمد صلاح، وتسديدة قوية قوية لا تصد ولا ترد عشان يسجل المنتخب المصري أول أهداف هذه المباراة. واحد لا شيء لصالح المنتخب المصري، هدف حلو قوي، جمهور المصري بداية وانطلاقة مثالية في بداية وانطلاقة المباراة، هدف في وقت مبكر. بص الكرة اتصلحت حلوة قوي، حلوة قوي الكرة من جانب النجم الكبير محمد صلاح، اللي المرة اللي فاتت المباراة السابقة كان صنع هدف وكان سجله مرموش، والمرة دي بقى طارق حامد حاجة لا تصد ولا ترد. لا تشام افريقيا، رمي التماس، تبديل اضطراري، نزول ادانا مكان بيتر باندا، وهدف لمنتخب ملاوي. كرة عرضية خطرة جدا لكن تصل على طول، تشستر، تشستر المحترف في موزمبيق. النهارده بنشوف التشكيل في مباراة اليوم طبعا الموجود، وادي مرور هدى من جانب ديفي، ديفي لكن يا ولد زبو هو اللي هيقود مباراة الهلال والاهلي، وادي ديفي 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 ديفي. صلاح اللي عليه الرقابة واستغل الحقيقة المساحات، وجه طارق حامد، وادي فرصة هدف جديد المرة دي، المرة دي عمر مرموش، عمر مرموش على موعد مع التسجيل، سجل ذهابا وسجل ايابا، ومصر واخده ملاوي ايه رايح جاي، مصر ملاوي رايح جاي، هدف تاني من الركنيه اللي اتلعبت، واللمسه الحقيقه الجميله، وادي السعاده ما بين مرموش ومعاشور، وهدف تاني مصري عن طريق عمر مرموش، هدف اللي كان سجله في المباراه الاولى ارتطمت في قدم تشارلز بيترو، المره دي جات له ركنيه اللي اتعملت حلوه قوي ولمسها مصطفى، وبص لمست هنا في من محمد حمدي، استلام خطير، اللاعب الخطير ديفي، ديفي متسلل، ده اللاعب النجم على فكره، واللي كان سجل 3 أهداف في امم افريقيا الاخيره في صلاح، يلعبها حلوه قوي لمصطفى، مصطفى لصلاح، يا ولد يا ولد يا الحلاوه، يا الحلاوه، الحلو 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 حل، ومحمد صلاح المره دي هدفه رقم 51، لكن ايه المزاج عالي عالي عالي، والاداء عالي عالي عالي، وما احلى النصر لحبيبتي مصر مع الجمهور المصري الوفي هنا في لولونجوي في ملاوي. بص شوف مصر بتعمل ايه، بص شوف مصر بتعمل ايه، بص شوف مصر، يا على الهدف محمد صلاح، لكن تمريره حلوه قوي، بص هي ايه من اولها حلوه من اولها، بص محمد صلاح يعدي يمرر كره لمصطفى اللي عملها له خلفيه، يا ولد يا ولد على التسديده شمال. عاد البث من جديد، عوده مجددا الى علي محمد علي، وكان تسديده قويه، ادي ضغط من جانب ملاوي اماميه، خروج الشناوي ومن امام اللاعب ديفي اللي كان منفرد، مره ثانيه الخطوره، محاوله تسديد من جانب وتسديده كانت لكن بعيده قوي من اللاعب امامنا، شمال امامنا متقدم هنا اللي من جنب الشمال، عرضيه خطره جدا الكوره من اللاعب لونجو. مجددا مشاهدينا عوده الى علي محمد علي، فرصة الشمال النهاردة يحاول المرور أمامنا، ماهينجو ماهينجو سقوط، لكن حكم اللقاء هايل، دحان دحان، سية كانت من اللاعب رقم 9 اللاعب ديفي، وعلى طول الارتقاء إلى لونجو، لونجو يحاول يسدد، لونجو تغير اتجاهها، خطيرة الكورة، دفعة دفعة واضحة قوي، لكن يا ولد في الدقيقة 4 عمر مرموش في الدقيقة 16 وفرحة مصر محمد صلاح في الدقيقة، المنتخب المصري اللي بيدخل بنفس التشكيل، ليس هناك أي تبديلات في الشوط
اللقاء الثاني ركنية مع المنتخب المصري، شفناه كان دخل بديل في أمم أفريقيا الأخيرة في لقاء المغرب. كرة مسددة واختبار منذ قليل من الخطير ديفي، أخطر لاعب فيهم ديفي رقم 9، وتصدي من جانب الشوط الأول لمنتخب ملاوي. كرة عالية ومحمد صبحي على طول بإجادة كبيرة الحقيقة. محمد عادي انطلاقة، محمد هاني في الجنب اليمين يلف كرة عرضية خطيرة، تايمينج يا على الهدف الجميل، يا على الهدف الجميل، يسجل زيزو عنده هدف في كأس العرب، لكن النهاردة يسجل أمامنا هو أحمد مصطفى زيزو بيسجل هدفه الدولي الثاني في 27 مباراة. هدف حلو قوي المنتخب المصري، هدف حلو قوي. محمد صلاح اللي عمل الكورة، هجمة المرة دي منتخب ملاوي اللي بيحاول انه يصل، لكن على طول الدور الدفاع حارس البديل محمد صبحي مكان الشناوي، وادي كرة عالية لكن مميز. ادي امامنا انطلاقات محمد صلاح بيقدم لنا واحدة من اجمل مبارياته، كرة العرضية الخطيرة المرة 20-21 امامنا هنا استلام رابع كأس العرب المنتخب المصري. ادي الكرات العالية مرة ثانية على طول، اهدافه 4 كانت في اطار مسابقة الكوفة. عدى بمهارة مصطفى لاعب مهاري، فكر يسدد لكن اتأخر، ويلعب كرة حلوة قوي يا ولد على رسول مع المنتخب المصري في لقاء كان 1-1 مع المباراة. صار فتح دولي منذ مباراة تنزانيا في 2015 مع المنتخب الأول. تسديدة واضع سيء جدا، الدفاع بيسرب ليكينج، وادي أمامنا كرة مسددة لكن ينسى شيء، ودخول مصطفى أمامنا هو جنب اليمين، يا ولد عملها حلو قوي محمد هاني، يا ولد على العرضية لكن تشستر يطلع أمامنا هو ستانلي ساوندي يلف الكرة العرضية العالية لكن تغطية دفاعية. رقم 8 اللي استبدل كمان وغادر ملعب المباراة، ودي أمامية المرة دي لكن ادي سلامات حمدي فتحي، بدنا له السلامة حمدي فتحي يلعب لقاء الدولي رقم 28 مع المنتخب متألق مع شاهدينا ومتابعينا طبعا لسوء الصورة من المصدر. ودي كرة عرضية خطيرة تعدي كرة خطيرة.